اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله انا وبركاته. شيخ عايز اسالك بس سؤال، ان البرامج اتفضل. اللي هي الاشتغالات اللي كترت في رمضان قوي دي، هل حرام ولا ايه حلال نتفرج الاشتغالات عليها؟ اللي كترت؟ انا مش فاهم ليه ايه؟ البرامج اللي هي تبعت رامز جلال وهاني رمزي والحاجات دي، اه يعني هل البرامج دي حلال حلال ولا حرام نتفرج عليها؟ تمام حاضر. اي برنامج يا اخي، اي برنامج حسنه حسن وقبيحه قبيح، اي برنامج، بمعنى هذا يعتمد على المادة الإعلامية المقدمة فيه. والله إذا كانت هذا الطرح أو هذه المادة الإعلامية ترضي الله سبحانه وتعالى وتبث قيم إيجابية خلاقة في المجتمع وفيها قيمة المواطنة وفيها قيم الحب والتآخي والسلم والسلام وتربي وتغرس القيم، أهلا وسهلا، فهو برنامج هادف على العين وعلى الرأس. أما البرنامج إن لم يكن له قيمة وله هدف، وممكن مسلسل أو فيلم أو أي برنامج آخر بيدي بعض القيم السلبية أو يظهر لك صورة لا أخلاقية عن المجتمع أو يأتي لك بالقاع تماما ليظهره ليطفو أمام الناس، ليعتقد الناس أن هذا المجتمع فيما فيه من العورات والسوءات والبذاءات والفحش، هذا طبعا لا يرضي الله. تمام. إذا كان الوضع كما تقول فعلا لا شيء في هذا، إذا كانوا هيعرضوه من باب أنه هو ينبه الناس لهذا حتى لا يقع الناس في مثل هذه الأفعال كجرائم القتل، جرائم النصب، الغش، الخداع، التلون، النفاق، لا شيء في هذا، هذا من باب التعليم، لا شيء فيه إن شاء الله.